شباب عاملين ايه؟ معانا ايوه فقرة جدلية وانا بحب جدا. الابراج. لا لا ايه ده دي ايه ده بالنسبه لي فقره انتوا جدليه. يا جماعه، دول بيقفزوا حواجز عايزين يقلبوكوا بسرعه بسرعه لا خالص ويروحوا. والله انا قلت بس اديله. الاول في حاجه مهمه، انا بحب جدا جدا اطمن على صحه الزملاء دايما، وصادفني خبر عن الزميله العزيزه، وعلى فكره كانت معانا كمان في صدى البلد قبل كده، وطبعا كانت معايا انا في التلفزيون المصري قبل كده، ففي جزء لا باس به من تاريخنا مع بعض. ايمان الحصري يا جماعه عندها وعكه صحيه، من الواضح انها يعني اقبلت يا مقبله على على عمليه عملية جراحيه دقيقه الايام اللي جايه. يا ايمو يعني ان شاء الله يا رب تقومي بالف الف سلامه، والناس كلها مهتمه بالموضوع ده من ساعه الوعكه الصحيه اللي فاتت اللي واجهت ايمان الحصري حبيبتي. يعني واضح ان هي عندها حاجه ما زالت مستمره. انا مش عارفه بقى هي سيم ايشو ولا لا، نفس الحاجه اللي كانت بتشتكي منها المره الاولانيه ولا لا، بس على كل الاحوال الف الف سلامه، واكيد هكلمك في التليفون ونطمن عليكي ونطمن عليكي كل المشاهدين اللي بيحبوكي جدا جدا. ايمان الحصري من الزملاء العزاز قوي قوي على قلبي بجد. اكيد يا بنتمنى رب السلامه تبقى طبعا كويسه ان شاء للاعلاميه الله. الجميله ايمان الحصري، باذن الله تقوم بالسلامه وترجع بالسلامه. هي قويه جدا، حتى لما رجعت اول مره من الازمه الكبيره والصعوبه اللي مرت بيها، وكان بقى لها فتره حتى بعيده عن الشاشات، كلنا استقبلناها وعملت حلقه حتى مع الاعلاميه الجميله اسعاد دول لو تفتكروا. كان حقيقي حاجه مؤثره جدا. ايمان من الناس القريبه، حسها قريبة محترمة، ناس مثال بتحبها المذيعة قوي، المحترمة المثقفة، وشها هادي وبشوش وبروفيشنال جدا، وفي نفس مذيعة الوقت بالظبط كنت هقول لك مذيعة مذيعة. وبوبي بوبي كده، عارفة عروسة قمر جميلة على وشيك الشاشة. إن وكل شاء الله حاجة، هتقومي منها وكل يا إيمان الناس بألف حقيقي سلامة يا رب. بتبقى مهتمة بأن هي تعرف أخبارها وبأن هي يعني تطمن عليها. كانت ترند في الوقت صح اللي اللي تعبت عيت فيه فيه. أول مرة، ويعني ربنا يجعلها آخر العمليات وآخر التعب. يا رب يا رب يا رب، محسودة يا الدعاء بنتي بيغير محسودة الأقدار. والله. آمين يا رب، آمين يعني يا رب. إن شاء الله بإذن الله تقوم بيها. طب جروبات